حضراتكم، مصر بتعي باهتمام بالغ ملف حقوق الإنسان وتوفير حياة كريمة للمواطن المصري، وعشان كده النهاردة احنا في ضيافة النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب اللي مشرفنا ومنورنا في برنامج صباحك مصري. صباحك مصري يا فندم. صباح الخير يا فندم. أهلا بحضرتك. المجلس داخل دخلة قوية جدا، وشايفين الأسبوع اللي فات كان في استدعاء لمعالي رئيس الوزراء وعدد من الوزراء، وده بيعكس صورة مختلفة تماما عن المجلس السابق، وكان في استياء من فكرة ان مفيش يعني التقاء ما بين نواب المجلس وما بين الحكومة بشكل عام. شايف ده ازاي يا فندم، وليه الدخلة دي؟ فصل التشريع الثاني من خلال دور النقاد الاول اتى بعد انتهاء الفترة البرلمانية الخاصة بالفصل التشريعي الأول الذي انتهى في 9/1/2021 يعني أداة أو وسيلة للوقوف على ما تم من إنجازات، خاصة فيما يتعلق بالسلطة التنفيذية بشكل عام، في ضوء البرنامج الذي تقدمت به وزارة السيد المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في عام 2018. نحن الآن في مرحلة دراسة وتقييم للوقوف على كل إنجازات كل وزارة على حدة، ومن ثم نستطيع أن نحلل ونقيم حجم الإنجازات التي تمت سواء بالسلب أو بالإيجاب، ومن ثم نستطيع أن نقيم الوزراء أو سواء الحاليين المعنيين بالملفات المختلفة، ومن ثم نستطيع أن نحدد حجم أو الوقوف على حجم ما تم من إنجازات في هذا الملف كل ملفا على حدة. طبعا بعد السماع للوزراء كل في وزارته سيتم إحالة البيانات الخاصة بالسادة الوزراء إلى اللجان المختصة لعمل تقرير ورفعه للجلسة العامة للوقوف على ما تم من إنجازات في البرنامج المقدم في 2018. ملامح يا فندم النقاش ما بين معالي رئيس الوزراء وما بين حضراتكم وأيضا وزير التموين وكمان وزير الشباب والرياضة؟ كان يعني طبعا السيد رئيس مجلس الوزراء قام بتقديم عرض عام يتضمن حجم الإنجازات التي تمت، وهي ليست بالقليلة. كان هناك شد وجذب في ملفات مختلفة، ولعل أو لسيما أن أهم هذه الملفات حتى الآن كانت ملف التموين، لأنه كان هناك حالة من العزلة ما بين الوزارة والنواب في خلال الفصل التشريعي الأول، ومن ثم رأينا أن لابد أن يكون هناك قنوات تواصل مباشرة لعرض شكوى نواب أو النواب من الناحية التنفيذية في هذا الملف على سبيل المثال. أيضا كان هناك ليست اعتراضات، ولكن كان هناك تنويهات لملف الخاص بالشباب والرياضة، لأنه كان هناك اهتمام أكبر بملف الرياضة، وهناك ضعف في أداء أو إدارة ملف الشباب بشكل عام. هو احنا ليه عندنا فزاعة من الغرب فكرة حقوق الإنسان، ودايما الغرب بينظر لملف حقوق الإنسان المصري بأن هو بينحصر بس في حرية التعبير، على الرغم ان يعني القيادة السياسية بتشوف ان كمان بجانب حرية الرأي والتعبير حياة كريمة للمواطن المصري في التعليم في الصحة؟ لأننا كنا نتحدث لأنفسنا. عندما نتحدث عن حقوق الإنسان وحق المصري في الحصول على حياة كريمة، لابد أن نعكس للغرب ما يتم داخل مصر من 2013 لغاية النهاردة. حضرتك احنا بنتكلم على حق في خدمات مرفقية، حق في رعاية صحية، حق في التوظيف، حق في حياة كريمة، حق في إسكان، حق في أن أعيش حياة آمنة على أولادي وعلى بيتي، ما تعرضش لهجمات إرهابية، حق في التنمية. كل الكلام ده بيحصل عندنا في مصر، لكن للأسف احنا لم نستخدم هذه الإنجازات لعكسها للخارج، في حين أن هناك القوى المعادية لمصر تستخدم هذا الملف
بشكل جيد في تسويقه بالسلب ضد مصر في المحافل الدولية. بمعنى أن هناك من أصحاب الأجندات أو المنتمين لجماعة الإخوان يقوموا بزيارات ممنهجة ومنتظمة سواء للكونغرس الأمريكي بغرفتيه الشيوخ والنواب والالتقاء مع النواب في كلا الغرفتين، وبصفة أخص والأهم من النواب الباحثين الذين يعملون مع النواب. حضرتك شايف أن في ظل إدارة بايدن والديمقراطيين، شايف أن هذه الأجندات الممنهجة ممكن تطفو على السطح مرة أخرى؟ مما لا شك فيه، ولكن لا ألوم الغرب في فتح مثل هذه الملفات، ألوم نفسي قبل أن ألوم الغرب. لا بد من فتح قنوات تواصل مباشرة مع الغرب سواء أوروبا أو أمريكا، ويعني المنطقتين اللي بيجينا منهم دائما وأبدا يعني تعليقات فيما يتعلق بملف حقوق الإنسان. يمكن التصريحات اللي بتصدر من المنطقتين دول تحديدا تكون في شكل أو في إطار أجوف أو مفرغ من مضمونه. لا تحدثيني حضرتك على حقوق الإنسان أو جرائم حقوق الإنسان عندما يرتكب الشخص جريمة في حق البشرية المصرية أو المساس بالأمن القومي المصري. فعندما رأينا منذ أسبوع أو 10 أيام أن هناك محاولة لاختراق أو اقتحام الكونغرس الأمريكي، كان هناك تعامل مع المدنيين وهناك ضحايا بالزبط. تمخضت بالزبط. عنهم هذه المواجهات بالزبط. لا أستطيع أن أقول أن هناك انتهاكات لحقوق الإنسان، ولكن هو دفاع عن الأمن القومي الأمريكي. حدثيني عن حقوق الإنسان فيما يتعلق على أن أحظى، وأنا رجل أمثل صعيد مصر ودائرة دار السلام في محافظة سوهاج، ولي الحق أن يكون عندي رعاية طبية لأهلي لربعمائة ألف مواطن في دار السلام. تم إسناد ملف حقوق الإنسان لوزارة الخارجية تحت مسمى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وطبعا ده بالتعاون مع عدد مختلف من الجهات، منها المجلس القومي لحقوق للمرأة وإلى ما هنالك من جهات أخرى معنية. يمكن على صعيد الخارجية المصرية سيكون هناك العديد من اللقاءات في الفترة القادمة لمعرفة ما تم من مشاورات أو دراسات خاصة بملف حقوق الإنسان في الملف الخاص بوزارة الخارجية. أيضا سيكون هناك زيارات خاصة لوزارة الداخلية لقطاعاتها المعنية بحقوق الإنسان ومصلحة السجون، والوقوف على تنفيذ استراتيجيات الوزارة فيما يتعلق بحقوق الإنسان في الملف الخاص بوزارة الداخلية. أيضا هنلتقي بوحدة حقوق الإنسان في وزارة العدل والمعنية بهذا الملف. هناك لقاءات خاصة بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، مجلس قومي للأمومة والطفولة، مجلس قومي للمرأة، يعني هيبقى لقاءات مكثفة خلال الفترة الجاية لعمل ملف أو استراتيجية أو دراسة حالة للموقف الخاص أو بملف حقوق الإنسان في مصر. هل بتطمحوا الإفراج عن بعض من السجون؟ بالفعل يجري يعني نطمع في المزيد، ولكن هناك قائمة سيتم الإفراج عنها خلال الأسبوع الحالي تضم ما يقرب من 200 شخص. لا سيما أن هناك يعني دراسات لحالات مختلفة للمحبوسين أو المحتجزين تحت مظلة القضاء المصري. هل هيقدر البرلمان ولجنة حقوق الإنسان تغيير وجهة نظر الغرب في فكرة حقوق الإنسان هنا في مصر؟ مش لجنة حقوق الإنسان فقط، لكن كل الجهات المعنية سواء تشريعية أو تنفيذية. فنطمع في هذا. سيكون هناك هل تواصل، هل هتكون اللقاءات كافية؟ مش لقاءات، زيارات، دعوات ليهم، سواء زيارات ليهم هم أو هم أن هم يتم دعوتهم لزيارة مصر من أقصاها شمالا وجنوبا غربا وشرقا، استعراض ما تم من إنجازات في مكافحة الإرهاب، استعراض ما تم من إنجازات في مكافحة الهجرة الغير شرعية، وهذا بشهادة الاتحاد الأوروبي
في مع أن قامت مصر بإنهاء ملف الهجرة الغير شرعية في سبتمبر وإعلان مصر دولة خالية من الهجرة الغير شرعية في سبتمبر 2017-2018 يعني تقديم الشكر من الاتحاد الأوروبي وبصفة خاصة دولة إيطاليا التي كانت يعني نقطة نهاية للهجرة الغير شرعية استخداما لمصر كبوابة للهجرة شمال. شايف أن سياسة أو استمرار سياسة النقد لدى البعض تجاه مصر، شايف أن ده ممكن يوقف يعني أو يؤثر على مسيرة مصر؟ زي ما قلت لحضرتك سلفا أن مصر الآن ليست مصر في 2010 أو 2011. مصر الآن لديها رواسخ ثابتة، لديها انتشار لائق، لديها يعني لأن مصر كمان بتواجه بعض الابتزاز في مجال حقوق الإنسان مما لا شك فيه من بعض المنظمات الأجنبية مما لا شك فيه. لكن النهاردة مصر موجودة إقليميا عربيا وإفريقيا. يمكن لما أنا كنت رئيسا للجنة الشؤون الأفريقية في الفصل التشريعي الأول كان هناك لقاءات تم إعدادها في البرلمانات الإفريقية، وكانت سابقة برلمانية للبرلمان المصري أن يتم عقد لقاءات على مستوى رؤساء البرلمانات من مصر إلى الدول الإفريقية. عقدنا لقاءات ثنائية مع رؤساء البرلمانات مع التنفيذيين في هذه الدول، خلقنا حالة من التواصل مع هذه البرلمانات. الفترة اللي جاية هيتم عقد لقاءات سواء ثنائية أو متعددة الأطراف مع برلمانات الغرب وأيضا البرلمانات العربية والإفريقية بالتعاون مع زملائي رؤساء اللجان النوعية المختلفة سواء كانت الخارجية أو لجنة الشؤون العربية أو لجنة الشؤون الإفريقية لعمل هذه اللقاءات على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف سواء في المحافل الدولية متمثلة في اتحاد البرلمان الدولي أو اتحاد البرلمان الأفريقي أو اتحاد البرلمان العربي، وأيضا على مستوى ثنائي في الزيارات المتبادلة ما بين الدول المختلفة. بعد اللي احنا اتكلمنا فيه مع حضرتك وده آخر سؤال حنهي به لقائي مع حضرتك في كل التفاصيل الكتيرة دي، شايف فوز حضرتك بمنصب رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ازاي؟ هو تحدي جديد، يعني أتمنى من المولى عز وجل أن يوفقني في أن أكون لاعبا أساسيا مع فريق العمل من زملائي وزميلاتي النواب في لجنة حقوق الإنسان، خصوصا أن كمان في طاقة شبابية كتير قوي المجلس. بالضبط، وأنا ده يمكن حاجة فخور بيها وسعيد بيها لأنه لسان حال المجتمعات أصبح الشباب، لأنه هو قطاع كبير جدا من المجتمع. لو نتحدث على تمثيل الشباب في أفريقيا فهم 70% من تعداد مكون البشري في هذه الدول. لو نتكلم على العالم بشكل مطلق فهناك 65% من تعداد سكان العالم من الشباب دون سن 30 عاما. أعتقد أن هم المستقبل وعلينا أن ندعم وندعم رؤى واستراتيجيات الشباب ويعني تزويدهم بالخبرات التراكمية اللي اكتسبناها خلال الفترة الماضية. سيادة النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أنا بشكر حضرتك شكر جزيل على لقاء حضرتك معانا، شرفتنا ونورتنا في صباحك مصري، وألف مبروك على هذا المنصب الجديد. وكمان أنا بشكر حضراتكم شكر جزيل، وده كان لقائنا مع النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب. إلى اللقاء.